أعزائي طلبة جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كلية الهندسة قسم هندسة الإعلام، نكمل بمحاضرتنا اليوم التشابتر الثاني من موضوع Display Devices والجزء الأخير من هذا التشابتر واللي هو السينما بروجيكترز. السينما بروجيكتر هو جهاز ميكانيكي ضوئي لعرض الصورة المتحركة. سؤال مهم، شنو يعني ميكانيكي ضوئي؟ يعني بكومبوننتس ميكانيكية وكومبوننتس ضوئية، يعمل بآليتين ميكانيكية وضوئية، يشبه الكاميرا في عمله عدا بعض المعدات. وكلنا نعرف الكاميرا تخزن الصورة، أما السينما بروجيكتر فهو يعرض الصورة المخزونة، يعني آلية العمل متعاكسة. مبدأ عمل السينما بروجيكتر. السينما بروجيكتر يتكون من 3 أجزاء. الجزء الأول هو هذا اللي حاليا نأشر عليه بالمؤشر، هذا الجزء يسموه اللايت هاوسنج. أما الجزء الثاني وهو الفيلم، أجزاء الفيلم. أما الجزء الثالث فهو اللينس والسكرين. كل جزء من هاي الأجزاء يحتوي على عدة كومبوننتس، فمحاضرتنا اليوم إن شاء الله راح نشرح بعض من هاي الكومبوننتس المهمة في عمل البروجيكتر، واللي هي اللايت سورس، الرفلكتر اند كوندنسر لينس، داوسر، فيلم جيت اند فريم ادفانس، شتر، ايمج لينس اند ابرتشر بليت، وهكذا. اللامب هاوس. اللامب هاوس يتكون من 3 أجزاء. الكومبوننت الاول اللي هو اللايت سورس او اللامب، هذا اللايت سورس او اللامب. الكومبوننت الثاني وهو الرفلكتر، هذا الجزء يسمى الرفلكتر. اما الجزء الثالث فهو الكوندنسر لينس. نجي على جزء جزء. الجزء الاول اللامب، يكون استخدام البروجيكتر السينما بروجيكتر في دور عرض السينما يحتاج لأن يكون البروجيكتر على مسافة جدا بعيدة من السكرين، لذلك يحتاج إضاءة قوية جدا تو برايت لامب حتى يقدر يوصل الصورة إلى السكرين ببرايت مقبول بالنسبة للمشاهد، لذلك يحتاج تو برايت لايت سورس. من أهم أنواع هذا اللامب هو الزنون. استخدموا لامب الزنون، ليش؟ لأن من ضمن الأدفانتجز مال الزنون هو يقدر يولد برايتنس جدا عالي، لكن هذا الزنون بي ديس أدفانتجز. الديس أدفانتجز هي أنه الزنون يولد حرارة جدا عالية، لذلك مثل ما نشوف بالصورة اكو هيت اكزوست من هذا الجزء. هاي الحرارة العالية قد تؤدي الى ان الفيلم هذا يحترق او يتشوه بسبب شدة الحرارة المسلطة عليه. اذا هذا الفيلم او هذا الجزء من الفيلم اتعرض لهاي الحرارة او لهاي الاضاءة لمدة قد تتجاوز بعض الملي سكندز، لذلك التايم اللي استغرقه الفريم الواحد قابل هاي الإضاءة لازم يكون محسوب بدقة للحفاظ على هذا الفن، للحفاظ على الفن. الجزء الثاني الرفلكتر، بما أنه إحنا قلنا نحتاج إلى إضاءة جدا عالية، لذلك تم استخدام الرفلكتر لتوجيه كل الإضاءة من مصدر الإضاءة باتجاه معين، باتجاه الفريم اللي يعرض بالفيلم. أما الجزء الأخير فهو الكوندنسر لينس، يستخدم لتركيز الإضاءة، يعني إحنا هنا ولدنا الإضاءة ثم عكسناها باتجاه معين، هاي الإضاءة المعكوسة بهذا الاتجاه راح نحاول نركزها حتى تسقط فقط على حجم الفريم الواحد، ما تتوزع باتجاهات معينة، لا تسقط بزاوية تكفي لإضاءة فريم واحد فقط. الجزء الآخر وهو الداوسر. الداوسر هو قطعة معدنية تستخدم لقطع الإضاءة قبل وصولها للفيلم، يعني مكانه يكون بالضبط بهاي المنطقة. قطعة معدنية تتواجد هنا تقطع مسار الضوء اللي يصلها من اللامب هاوسينج ويتجه باتجاه الجيت. هاي القطعة المعدنية تتواجد هنا، الغرض منها هو قطع هاي الإضاءة. متى تقطع هاي الإضاءة؟ عند ما يتوقف الفيلم عن الحركة لسبب من الأسباب، وهذا التوقف قد يجعل الفيلم يتعرض إلى إضاءة لمدة أطول وبالتالي للتلف، لذلك يستخدم الداوسر لحماية الفيلم من التعرض الزائد للإضاءة. يغلق هذا الداوسر عند ما يتوقف الفيلم عن الحركة. ويوجد داوسر آخر Change Over Shutter، هو داوسر ثاني يتم السيطرة عليه بإشارة كهربائية، يتم السيطرة عليه كهربائيا. أما الفاير داوسر هو الداوسر الثالث ويتم السيطرة عليه ميكانيكيا، يعني كتلة داوسرات لحماية الفيلم. الشتر هو قطعة معدنية أشبه بالقرص مع بعض الفتحات، الغاية منها قطع الضوء أثناء تقدم الفيلم حتى لا يرى المشاهد حركة انتقالة الفيلم أو الفريم.
يعني إذا نشوف يفتح هذا الشتر عندما يكون الفريم ثابت ستيل ويغلق أثناء حركة الفيلم بحيث الإضاءة ما تمر من خلال هذا الفيلم، فبالتالي المشاهد ما يشوف هاي الحركة. هذا نوع آخر أيضا يؤدي نفس الغرض أو الوظيفة. أما إذا صار خلل في هذا الشتر أو هذا الشتر لو كان ما موجود، اللي راح يشوفه المشاهد هو حركة الفريمات فتطلع الصورة بلاري، وهذا الخلل نسميه الفليكر بروبلم. الفيلم جيت أند فريم أدفانس. الفيلم جيت هو هذا الجزء، قطعتين معدنية بوسطهم مربع، السايز مالته بحجم الفريم الخاص بالفيلم، يستخدم للحفاظ على الفيلم ستيل اند فلات، يعني ثابت ومسطح. شنو ثابت ومسطح؟ ثابت يمنع من الحركة، ومسطح يكون سطح الفيلم مستوي، لأن إذا تغير خلينا نقول صار تحدب بعض الشيء بالفيلم راح تكون الأبعاد مختلفة بالصورة، وبالتالي الصورة مشوهة. لذلك نحتاج لهذا الجيت للحفاظ عليه، للحفاظ على الفيلم ثابت ومسطح. شلون يؤدي هاي الوظيفة؟ بما أنه إحنا قلنا هو عبارة عن قطعتين معدنية، فعندما تنطبق هاي القطعتين على الفيلم راح يسبب نوع من الاحتكاك يمنع الحركة. تكون آلية عمله سينكرونايزد مع الشتر، عندما يغلق الشتر وتمنع الإضاءة من المرور يفتح الجيت ويسمح للشتل اللي هي القطعة اللي راح نشرحها بالسلايدات الجاية بتحريك الفيلم إلى الفريم الثاني، ويرجع يغلق الجيت ويفتح الشتر ليسمح الضوء بالمرور مرة أخرى. الإيماجينج لينس أند أبيرتشر بليت. اللينس تستخدم في هذه الحالة لتوجيه الإضاءة باتجاه السكرين أو باتجاه شاشة العرض، واختلاف مواصفات العدسات مثل اختلاف البعد البوري مالتها يوفر لنا إمكانيات مختلفة، مثل الأسبكت راشيو، يعني أنواع مختلفة من العدسات ممكن توفر لنا أسبكت راشيو بحجم معين، يعني هو الأسبكت راشيو ثابت ويحدده الفيلم أو الفريم مال الفيلم، لكن اللينس تقدر تعرضه على حجم أكبر لسكرين أكبر، هذا الشيء يحدد اللينس. أما الجزء الثاني وهو الأبيرتشر بليت واللي هي الفتحة اللي تصير بداخل الجيت، هاي الفتحة هي تحدد ما هو راح يظهر بالصورة، يعني تحدد الفريم فقط ومو كل الفريم، أكو معلومات أخرى تنقل ويا الفيلم يجب أن لا تظهر للمشاهد، فهذا الأبيرتشر يمنع هاي المعلومات من الظهور. ليش؟ لأن يحدد الضوء على الجزء المراد عرضه فقط. السكرين يكون ألومنيومنايزد أو تتكون من سطح أبيض مزجج، وقد تحتوي على ملايين الفتحات الصغيرة جدا واللي هي تعتبر قنوات لمرور الصوت. أما الآن نحكي عن ميكانيكية حركة الفيلم. مثل ما قلنا سابقا الفيلم لازم يتحرك فريم ثم ستيل لفترة جدا قصيرة وبعدها فريم آخر وهكذا. شلون تتم هاي الميكانيكية؟ أولا هذا الجزء هو المسؤول عن توفير هاي الحركة، هذا أول جزء بالجير اللي هو مسؤول عن دوران هذا القرص، هذا يربط بموتور كهربائي وعندما يدور راح يدور ويا هذا القرص. عند دوران هذا القرص، هذا الجزء موضح، عند دوران هذا القرص أكو قطعة أخرى مثبتة ويا بهذا الشكل، عندما يدور هذا القرص من هاي النقطة ولغاية هاي النقطة هذا الجزء يكون ثابت، فهي هاي لحظة الستيل، الأجزاء الجدا قصيرة الستيل اللي يوقف بيها الفريم أمام الضوء أو أمام العدسة اللي هي هاي اللحظة. عندما يصل القرص لهذا الشكل تبدأ كوهنا بن، يبدأ هذا البن بالدخول بهذا الفتحة أو بهذا المكان، ويستمر طبعا القرص بالدوران، وبهالحالة راح يدور هذا الجزء، هاي القطعة راح تدور مع دوران القرص لكن بجزء 1-4 مو دورة كاملة، ربع دورة، ثم تعاد الحالة مرة أخرى فيستمر القرص بالدوران وتبقى القطعة مرة ثانية ستيل، وهكذا تكرر العملية. فدوران هاي القطعة راح تكون بشكل مقطع، ترانزيشن ثم ستيل ثم ترانزيشن ثم ستيل وهكذا. أنواع الفيلمز. الفيلمز تصنف إلى عدة أصناف حسب حجم الفريم اللي يحتوي هذا الفيلم. توجد من هاي الأفلام 8 ملم، سوبر 8 اللي هي 9.5 ملم، أو 16 ملم، أو 35 ملم، 70 ملم. وطبعا كل ما يكبر حجم الفريم، يعني مثلا 70 ملم يكون الكواليتي مالته أعلى من 16 ملم، كل ما يكبر حجم الفريم كل ما تزيد الكواليتي مال الفيديو. نيجي الآن للبروجيكتر ساوند سيستم. بعد ما شرحنا شلون السينما تعرض الفيديو فيلم، راح نحكي عن الساوند شلون ينعرض من خلال نفس الديفايس. طبعا اكو عدة تقنيات تم استخدامها للساوند سيستم، منها الانالوج اوبتيكال ساوند، ومنها الماجنتيك ساوند، والديجيتال ساوند بانواعها.
اليوم راح نحكي عن الانالوج اوبتيكال ساوند سيستم. بالبداية الساوند سيجنال تخزن على جانب او طرف الفيديو فون، هذا الجزء من الفريم اللي ما يصير يشوفه المشاهد، اللي هو يحمل الاوديو سيجنال، تكون مخزونة بهذا الشكل، جزء شفاف من الفريم وجزء معتم من الفريم، هذا يمثل الساوند سيجنال. طريقة قراءة الساوند سيجنال راح تكون من خلال وضع لام مثل ما قلنا بالفيديو، لكن هذا اللام يكون اقل اضاءة من لامب الفيديو وما يولد حرارة. هذا اللامب يكون صغير حجمه جدا، يوضع امامه قطعة معدنية ايضا حتى شو تسوي، هم تسوي ماسك لجزء فقط من السيجنال، جزء صغير جدا من السيجنال، يعني ياخذ سامبل من هاي الصورة، وبالمقابل فريم اخر لاداء نفس العملية، وبالتالي فوتو الكتريك سيل حتى يقرأ الجزء المضيء او البارت المضيء من السيجنال فقط مثل ما موضح بهاي الحركة. خلنا نعتبر هذا الجزء هو القطعة المعدنية اللي تحدد الجزء الظاهر من السيجنال فقط، فقط هذا الجزء اللي راح يشوفه الفوتو الكتريك سيل. كل ما تعلى قيمة الإضاءة، كل ما شدة الإضاءة على الفوتو سيل راح تزيد، كل ما الليفل يعلى مال الساوند سيستم. أما التردد اللي حدده سرعة التغير بهاي الحركة أو بهاي الإشارة، كل ما كانت أكثر كل ما التردد أعلى، كل ما كانت أقل كل ما التردد أقل. نجي الى الساوند ريدر او الهيد. الساوند ريدر يقع على بعد مسافة معينة من الفيديو هيد، والسبب اولا ما توجد مساحة كافية انه نخلي الفيديو هيد يقرأ فريم الصورة وبجنبه بالضبط الاوديو هيد يقرأ فريم الساوند. بالاضافة الى حركة الفيلم بهاي المنطقة تكون عبارة عن transition still image ثم transition ثم still image، يعني متقطعة، وهاي الحركة المتقطعة متوفر حركة smooth للساوند هيد حتى يقرأ الاوديو بشكل smoothly، لذلك تم وضعه على بعد معين للحفاظ على الحركة السموث للفيلم بهاي المنطقة اللي هي بعد الفيديو سيستم. لذلك من هذا نفتهم انه الساوند، خلنا نرجع لهذا الفيلم، الساوند الموجود هنا بهاي المنطقة هو مو صوت هذا الفريم، لا، لأن اكو اوفست، قلنا هذا الفريم راح يشوفه هنا الفيديو والاوديو مالته حيكون هنا، فاكو اوفست بالموضوع. هذا الاوفست يختلف من نوع فيلم الى اخر، يعني 16 ملم راح يكون 26 فريم الاوفست مالته، بعد 26 فريم يجي الاوديو مال الفريم الحالي، اما بال 35 ملم فهو بعد 21 فريم. وطبعا توجد اختلافات كثيرة بين ال 16 ملم وال 35 ملم، من ضمنها انه 16 ملم ينقل مونو اوديو، يعني وان شانل اوديو، اما ال 35 ملم لا، قادر على ان ينقل ستيريو سيجنال، يعني اشارتين مثل ما نشوف بالصورة. نأتي اليوم الى نهاية محاضرتنا، الجزء الأخير من التشابتر الثاني من موضوع الـ Display Devices.